انا حامل من ابنك يا حاج. ايه تقول ايه؟ حامل من ابني؟ انا ابني مربيه احسن تربيه، انت جاي ترمي بلاك على الناس الشريفه؟ يلا اطلع بره. امشي اطلع بره. عندما علم الاب وتاكد ان الفتاه حامل من ابنه، عمل اللي محدش يتوقعه. ياريت قبل ما نبدأ أحداث الحلقة السابعة من مسلسل الميراث كلنا نصلي على النبي. بكون بكلمك تسيب اللي في إيدك، ها؟ فرض عليك كويس. وانت ما تربيتش؟ هربيك من أول وجديد. بابا وانا زعلتك في حاجة؟ شوف يا مصطفى يا ابني، مفيش أحسن من الحلال من كان لقمة أو صدر. ربنا يغنينا بالحلال وربنا يستر علينا على وليانا. زي ما يكون كده بابا بترمى عليا الكلام. تعجبني نباتك يا بابا. ما تفهمني هو فيه، بس انا مش فاهم حاجة. بسم الله. انا ما اعرفش حد بالاسم ده. انا لسه قايل لك تعجبني نباتك. بسم الله. انت سايب فيها حتة منك في بطنها. افتكرت انا افكرك. هي قالت لك ايه بالظبط يا بابا؟ يا جاتلي وقالت لي اللي انت طلبته منها. ايوه ايوه. مين؟ اخرب بيتي، انت ايه اللي جابك هنا؟ وايه اللي جابني هنا؟ انا برن عليك ما تردش ليه؟ ما انا عشان مشغول في مشروع التخرج فعشان كده ما ردتش. خير عاوزه ايه؟ ايه الطريقه دي؟ وايه اللي خير فيه ايه؟ ما تقولي يا بسمله فيه ايه؟ مصطفى انا حامل. حامل؟ وانا مالي يعني؟ وانا ايه علاقتي بالكلام ده؟ حامل منك. انت اتجننت ولا ايه يا بسمله؟ ولا انت شاربه حاجه مش واعيه انت بتقولي ايه؟ اتجننت؟ فين وعودك ليا؟ وعود. اعتبرها اتبخرت. اتبخرت؟ بالظبط كده. لا انت تشوف لي حل في المصيبه دي. بعد اذنك امشي دلوقتي عشان اهلي موجودين في البيت ومش عاوز مشاكل. انا اللي هعمل مشاكل؟ ايوه كده، هتعملي لي مشاكل يا بسمله. لا انت مش طبيعي. هعمل لك ايه يعني؟ تشوف لي حل. انا حامل بقول لك. طيب انا عندي الحل. نزل لبطنك. استنيني بره لو عاوزه. لا انت مش طبيعي. ما حدش ضربك على ايدك وهو ده اللي عندي. يلا استنيني بره يا بسمة. مش عاوز مشاكل، قلت لك استنيني بره. يا بنت المؤذية، انت اللي مؤذي وظالم وهتكسر سمعتك كلها. وانا مش هسمح بده، لان انا طول عمري شريف. يرضيك يا ابني تغضب ربنا مرتين، مره لما غلطت معاها ومره لما قلت لها نزلي اللي ببطنك. تقتل روحي، ربنا هو اللي خلقها. شوف يا بابا، طيب اللي يرضيك ايه وانا هعمله؟ اللي يرضيني يا حبيبي تصلح موقفك وتتجوزها. اتجوز مين يا بابا؟ بس مفيش بس. اعمل حسابك كتب كتابك الخميس الجاي على البنت دي. مفهوم؟ اللي تشوفه اللي هو ده اللي اشوفه، وده اسلم طريقه عشان ربنا يغفر لك ويسامحك. اللي تشوفه اللي انت شايفه. ربنا يهديك يا ابني. ايه ده؟ ايه اللي جابني فين اختي هنا؟ ايه يا حبيبي؟ اتصلت عليك كتير وتليفونك مقفول، مالك يا مصطفى؟ انا عارفه يا حبيبي انك تعبان، الله يعينك على اللي انت فيه. يا حبيبتي انا كويس الحمد لله، عاش من شافك. انت طمنين عليكي، اخبارك ايه؟ واولادك عاملين ايه؟ وجوزك عامل ايه؟ وبجد انا بعتذر لك جدا والله، انا الفون فصل مني شحن وانا مع مراتي في المستشفى. ايه ده، هي مراتك في المستشفى؟ تعبانه شويه بس الحمد لله يعني خرجت امبارح ينفين وودتها لاهلها هم يرعوها، لان زي ما انت شايفه انا لا حول ولا قوه.
بس صحيح يا نفين ما قلتليش ايه اللي فكرك بيا بعد السنين دي كلها؟ ايه؟ ايه؟ كده بقى فرصتي. العلاج بدأ يسيطر على مصطفى وانا اكيد مش هضيع الفرصة دي ابدا. نفين ايه يا حبيب؟ سرحت في ايه؟ ولا حاجة. ايه ده؟ مالك يا نفين بتعيطي ليه؟ بعيط عشان مش قادرة اسامح نفسي. مش قادرة تسامحي نفسك على ايه بالظبط؟ اخواتك هما اللي ما خلونيش اجي ازورك الفترة اللي فاتت دي كلها. هما زعلانين مني في حاجة؟ هما بيقولوا ملهمش اخ واعتبروك ميت وخصوصا امينة. ليه يا نيفين؟ عشان ايه كل ده؟ عشان اللي ابوك قالهولك وانت ما وفيتش بيه. ده انا هطربقها على دماغكم كلكم. مصطفى يا ابني. ايه يا حاج؟ بتعمل ايه؟ انا بس بظبط الكشاف مع ابوك بس شويه. طب بس سيبه دلوقتي وتعالى. طيب يا حاج ماشي. قرب عايز افهم موضوع مهم. شوف يا مصطفى يا ابني العمر يا ابني مش مضمون. ابوك كبر. ما تقولش كده يا حاج. ربنا يديك الصحة وربنا يديك طولة العمر. ما تفولش على نفسك. يا ابن الأعمار بيد الله. بص يا مصطفى. خير يا حاج؟ في ايه؟ أنا عايز أكتب لك يا ابني كل ما همك. اسمك. لأن أنا عارف إن أنت هتعجب ما بين إخواتك. يا حاج ورث ايه اللي هتكتبه لي باسمي؟ دي مسؤوليه كبيره قوي وانا ما اقدرش على الموضوع ده. مصطفى يا ابني انت اداء ودود وانا واثق فيك ان انا ربيتك على الفضيله. بس يا حاج انت عارف ان الموضوع ده متبسش. بس ايه يا حاج؟ ممكن موضوع زي ده يفرق بيني وبين اخواتي. لا مصطفى يا ابني ما تخلينيش اخطب عليك. لا انا عايز اموت وانا مرتاح احس ان انا سيبت ظهر ليا وسند. ربنا يديك الصحه. ربنا يخليك يا ابني. اللي تشوفه يا حاج وان شاء الله هكون قد الثقه وقد المسؤوليه. ماشي يا حاج اللي انت شايفه. هقوم اصلح الكشاف. ربنا يكرمك. بقول لك يا حاج الكشاف كده تمام؟ يعني هم قالوا لك كده؟ وانا كمان اعتبرتهم مش اخواتي من اللحظه دي. اسمعي يا نيفين اخوكي عمره ما ياكل حقكم لان انا ماليش غيركم. كنت عاوز الاقي اهل في ظهري وقت ما اتعب يزوروني ويتلموا حواليا. مش فاكره زمان؟ فاكرة زمان لما كنا بنتجمع وبنقعد مع بعض وبنقسم اللقمة سوا؟ ايه؟ نسيوا الكلام ده؟ اهدى يا مصطفى، اهدى يا حبيبي ما تزعلش نفسك. ده لو الدنيا كلها زعلت منك، أختك الكبيرة مستحيل تزعل منك. أنا مش عارفة بس هما بيفكروا كده إزاي؟ عموماً أنا بشكرك جداً إنك سألت عليا. أنا قلت لهم مستحيل إن أنت تاكل حقنا. فهمتهم كل ده بس هما ما صدقوش. ربنا يخليك ليا. أنا ماليش غيرك يا مصطفى. وانا كمان ماليش غير. انا مش عارفه هما بيفكروا كده ازاي. اتصدمت صدمه عمري لما عرفت ان اخواتي كرهوني ورموا طوبتي. في اللحظه دي حسيت ان ظهري انكشف وبقى ماليش سند. ايه يا حبيبي مالك؟ ايه اللي حصل مصطفى؟ اهدى اهدى يا حبيبي مالك. حقكم محفوظ يا نيفين. يا مصطفى يا حبيبي انا مش عايزه حاجه. انا كل اللي عايزاه انك تكون بخير. دي امانه في رقبتي يا نيفين وانا عمري ما اطمع في حقكم. بالعكس انا هديكم حقكم وبزياده. ورثك وورث اخواتك في الحفظ والصون.
ربنا يخليك لي يا اخوي. خلال ايام الفلوس هتكون جاهزة، ودي امانة يا نيفيل، توصل الفلوس لاخواتك، وانا لو عليا خلاص مش عايز اعرفهم تاني ولا عاوز اشوفهم. طب قوم قوم يا مصطفى، قوم مش هسيبك قاعد على الارض كده، قوم يا حبيبي قوم عشان ترتاح. خلاص يا حبيبتي روحي انت دلوقتي عشان جوزك واولادك. لا انا مستحيل اسيبك وانت تعبان كده. انا هبقى كويس ان شاء الله. خليني معاك شويه. لا 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 تمام، عشان جوزك واولادك توكل على الله انت. طب يا حبيبي خلي بالك من نفسك، انت هتبتدي تصور وتدون اي حاجه تشوفها قدامك، ده هيساعدك تسترجع ذاكرتك اسرع. نيفين اختي كانت عندي وطلبت الورث، وانا اتفقت معاها انها هتاخد حقها وهتاخد حق اخواتها، بس هي اللي هتوصل الورث لاخواتها لان اخواتي اعتبروني ميت. نيفين قالت كده. ايه ده؟ ايه ده موبايل مين ده؟ ومين ابراهيم ده؟ ايه يا نيفين؟ عملت ايه؟ تفتكروا مصطفى هيعمل ايه؟ يا ريت يا جماعه نوصل الحلقه دي لاكبر عدد ممكن من الناس يعملوا شير، شجعوني انزل التكمله في اسرع وقت، واللي ينفذ يصلي على النبي ويكتب تم في الكومنتات. وبعتذر جدا لكل اخواتي على تاخير احداث المسلسل، حصل ظروف صعبة جدا معانا، وان شاء الله الفترة اللي جاية هتكون احسن كتير، وهيكون في حلقات هتعجبكم جدا. بشكركم جدا على الدعم المستمر.